السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي مقاصد أحاديث الأضاحي وأحاديث صدقة الفطر؟ حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحث على ادخار لحوم الأضاحي، وحديث ينهى يقول صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، حديث آخر لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. الحل في فهم مقاصد الحديث. أكثر الناس يقفون عند حديث كلوا وأطعموا وادخروا، وينظرون بما يشبه التقديس إلى قول بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة، للفقراء وثلث للإهداء وثلث لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم يبني أحكامه على واقع المجتمع، فعندما رأى الناس في حاجة وغالبية المجتمع فقراء قال لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يعطوا الفقراء ويعم الخير على جميع الناس. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في العام المقبل كان الناس في رخاء، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال كلوا وتصدقوا وادخروا، فلا يلغي حديث الآخر، ولكن واقع الناس تغير. حديث عن حكم الأضحية في حال فقر المجتمع، وحديث عن حكم الأضحية في مجتمع غني. ومن لا يفهم مقاصد الدين وفقه الواقع لن يستطيع استنباط الحكم عند تعدد النصوص. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدد زكاة الفطر بالتمر والزبيب والقمح والشعير والأقط، أي اللبن المجفف. تمسكوا بظاهر الحديث فقالوا من أخرج الزكاة نقودا فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن المال النقدي ميسورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفر هو التمر والزبيب والقمح، فإخراج الطعام هو الأسهل والأقرب إلى مقاصد الشرع في بيوت البوادي المتقاربة، وهم أكثر حاجة إلى الطعام. إذا تغير الحال وأصبحت النقود متيسرة أكثر، أو أصبح الفقير غير محتاج للطعام، فإخراج قيمتها نقود هو الأنفع والأصلح والأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. من يتمسك بظاهر النص وينفذه حرفيا في المدن التي تعدادها ملايين، هل يذهب الناس لشراء واستيراد ملايين التمر والزبيب والأقط لتوزيعه تنفيذا للسنة النبوية؟ هب أنهم اشتروها، فماذا يستفيد الفقير من القمح؟ هل يدفع أضعاف ثمن كيلو القمح في تكاليف نقله وطحنه وخبزه إلى آخره؟ هل بهذه الطريقة حققنا مقاصد الشرع من زكاة الفطر؟ أفلا تعقلون؟ إلى اللقاء.